السلام عليكم ورحمه الله، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم كلام كوره. النهارده عندي ضيف مميز، ضيف نادرا ما يظهر، قيمه وقامه في الكره المصريه. يكفي ان يقول انه معاه رخصه تدريبيه لم يحصل عليها مدرب مصري، او هو اول مدرب مصري يحصل عليها. معايا القيمة والقامة الكابتن فتحي عبدون، المدير الفني. اهلا وسهلا بيك كابتن اسامه، سعيد بتواجدي معاكم. انت سعداء ان حضرتك شرفتنا، انت وكابتن وائل والبشمهندس ايهاب، وان شاء الله نقدم حلقه يعني تفيد الناس. أكيد ان شاء الله. اكيد هو لقاء احنا انتظرناه كتير، انت عارف احنا منتظرينك من امتى، والحمد لله انك نورتنا، وان شاء الله نعمل حلقه نصري بيها الشارع الرياضي باذن الله. باذن الله. انا شخصيا مقل، لكن حب ليكم والاسكندريه والناس ده حقيقي، فكان لازم نلبي الدعوه يعني. احنا اتشرفنا بحضرتك يعني. الله يبارك فيك. مش هنطول في الكلام، هندخل في الموضوع بادي زي بدء. انا عايز اوجه خالص عزائي للرياضة المصرية، وخالص عزائي لأسرة كرة القدم المصرية في الدولي أحمد رفعت، البقاء والدوام لله. سبحان من الله والدوام، هكذا حال الدنيا، كل من عليها فان. نعم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد كابتن أحمد رفعت بواسع رحمته، وأن يرزقه الجنة إن شاء الله، ويلهم أهلي وزويه والوسط الرياضي الصبر والسلوان. اللهم وعظم الله أجر الجميع إن شاء الله. إن شاء الله يا كابتن. حضرتك تعقيبك إيه على قصة أحمد رفعت واللي حصل بعديها؟ والله إحنا ما نقدرش نجزم في حاجة معينة. إحنا شفنا مداخلات كتيرة، البرامج كلها اتكلمت، الميديا كلها بتتكلم، الجماهير كلها دخلت وعملت مداخلات على تويتر وعلى على كل التواصل، كل برامج التواصل الاجتماعي، والموضوع ساب صدى كبير طبعا. فجاعة يا كابتن. اكيد طبعا. احمد كان لعيب مميز، والناس كلها اللي تعرفه بتتكلم عن انه كان راجل دامس الخلق،
إنسان مثقف، لعيب كان واعي، برز في 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 فترات قليلة، لكن بروزه ساب فينا أثر كبير يعني، ربنا يرحمه ويغفر له. آمين يا رب. الله. الموضوع طبعا ما نقدرش نخوض فيه أكتر من كده، لكن الموضوع طبعا في إيد الجهات الرسمية وفي تحقيقات إحنا ننتظر إلى أن يبتوا في أمر الموضوع وتظهر الحقائق جلية للناس يعني. ده حقيقي. إن شاء الله. ده حقيقي. إن شاء الله. الله يرحمه ويغفر. نتكلم كورة بقى شوية. إن شاء الله. لو رجعنا اليوم 25 يونيو اللي فات، اليوم ده الزمالك اللي اعلن فيه انسحابه من مباراة القمة، وكان مجلس إدارة الزمالك ليه وجهة نظر وليه طلبات لم تحقق، فبالتالي انسحب ما كملش. حضرتك شايف رأيك ايه في الانسحاب كفكرة، ورأي حضرتك ايه في هل تحققت طلبات مجلس الزمالك؟ الموضوع ده موضوع شائك شوية، لكن في كل الأحوال علينا ان احنا نحترم قرار مجلس إدارة الزمالك ايا كان القرار. لكن اللي وصل الموضوع لكده ان إدارة الزمالك حاسين بغبن، الناس حست بغبن، وحست ان في تحامل كتير على الزمالك. ده من وجهة نظر بالظبط. فكان لازم ياخدوا موقف، والموقف ده اعتقد يمكن ساب اثر كبير وهز الناس كلها. هز المسيرين للكورة عندنا في مصر، فكان سايب اثر، فاصبح طلبات الزمالك انا شخصيا شايف انها محقه بصرف النظر عن ان انا زملكاوي. هو الزمالك ما طلبش حاجه مش طبيعيه، ما عشان كده بقول لك طلبات محقه وطلبات في الصميم. حقيقي. يعني طلبات في الصميم. انت مثلا انت كاتحاد بتدير منظومه، ولجنه المسابقات هي اللي بتدير. مظبوط. يعني هناك بعض الاعذار، لكن ترتيب ماتشات المؤجلة للمنافس التقليدي لنادي الزمالك، فدي اللي خلت الأمور الناس فضلت تتريق، حتى يقول لك دي دورة رباعية، لما الأهلي يلعب مع الحرس ويرجع يلعب مع الحرس، ويلعب مع طلع الجيش ويرجع يلعب تاني مع طلع الجيش، يلعب مع الداخلية ويرجع يلعب مع الداخلية وهكذا. فالناس استاءت من الوضع بصراحة يعني، وده ده 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 يعني لا يقلل من قيمة النادي الأهلي، النادي الأهلي يعني ده لا يقلل من قيمة النادي الأهلي، لكن الناس عايزة الأمور تبقى فير، تبقى الأمور واضحة، تبقى يعني. أنت مثلا أنا كراجل مدرب، وليكن أنا مدرب فريق الزمالك، فإذا ما كانش الجدول قدامي قبل ما أبدأ فترة الإعداد بتاعتي، يبقى الجدول ده ما يلزمنيش، لان انا برتب فتره الاعداد بتاعتي وبعمل ماتشاتي حسب الثلاث اربع ماتشات الاولانيه. الماتش الاولاني ده قوي، الماتش الثاني متوسط، الماتش الثالث وهكذا. لكن عندنا الامور في كل العالم تلاقي الرزنامه موجوده يعني احنا مثلا عندنا في الاتحاد القطري دلوقتي احنا ما بديناش، وموجوده الرزنامه موجوده في النادي بتاعت الموسم اللي جاي، الموسم كله، جميع الفئات، جميع الفئات مش فئة واحدة، الدرجة الأولى والرديف الخلل ده إيه يا كابتن؟ يعني الخلل ده بين مصر الريادة ومصر العظيمة ومصر التاريخ قصاد دول مع كل احترامي ليها جديدة، تاريخها الرياضي جديد، ومع ذلك تقدمت وتفوقت. حضرتك بتقول الرزنامة اللي هي جدول المسابقات والمباريات للموسم القادم موجودة وكاملة ومجهزة. أنا كمدير فني دلوقتي أول ما أوصل هلاقي على الإيميل موجود الجداول بتاعتنا. إيه الفجوة اللي حاصلة بين هنا وبين هنا؟ ليه إحنا نزلنا لتحت حتى إحنا ما استقرناش وضعنا؟ إحنا المشكلة إن إحنا إدينا أمر الكورة لناس بعيدة عن الكورة أساساً.
احسنت يا كابتن. يعني احنا انت عندك نماذج تشرفك، لكن للاسف يمكن ده تبريري ان ممكن شخصياتهم لا تتناسب مع 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 الناس اللي هي بالشخصيه ولا القدره. ما انت قوي، انت قوي يعني مش هتبقى مرسال اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. ما ينفعش هترفض. ما ينفعش بالزبط. ما ينفعش. في نماذج كتيره، يعني انا مش عايز اسرد اسماء، لان عندنا كم كبير من الناس اللي تقدر تعمل استراتيجيات، ناس تقدر تعمل برامج، ناس تقدر تتابع، ناس تقدر تقيم، لكن للاسف احنا ما بعاد. وعشان نبقى كويسين لازم نعترف ان احنا اصبحنا فقراء في الكوره، كوره بالذات يعني. عشان 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 نصلح وضعنا نعترف الاول ان احنا بقينا في مشكله. لكن مشكلة. انت هتكابر ومش هتعترف ان انت عندك مشكله، تظل المشكله قائمه الى يوم الدين. هنروح بمناسبه ان الاولمبياد على الابواب، وان المنتخب الاولمبي بتاعنا بيستعد لخوض الاولمبياد. بتشوف يا كابتن ازاي رفض انديه زي الاهلي بعدم ارسال محمد عبد المنعم او امام عاشور، علشان المباريات المحليه، عشان مسابقه الدوري؟ وبتشوف فرصنا ايه مع المدرب البرازيلي ميكالي؟ انت لو من خلال المتابعه، وان انت نسرد فتره وجود الراجل دوت، بقاله سنتين دلوقتي مع الفرقه، تحس ان الفرقه عناصرها كويسه مبشره، تحس ان الفرقه في حاجه بينفذوا حاجه في الملعب، وان كانت في بعض العيوب، في عيوب قاتله موجوده. ده مش الراجل ده مش ساحر، لكن المشكله في القصور في التكوين عندنا. ما ينفعش ان لعيب يطلع يوصل لانه يلعب في اولمبياد وعنده مشاكل في المنتاليتي، في التكتيك، ذهنيا تحس ان بيفكر بعد ما بيستلم الكوره. احنا شفنا منتخب اسبانيا على سبيل المثال، متوسط اعمارهم بين ال 25 وال 24 سنه، بيلعبوا كوره عجيبه، يعني فكره حاضر، عارف ان ده هيتحرك له هنا وده هيتحرك له هنا وده هيتحرك له هنا، ففي انسيابيه في الحركه، فما بيلاقيش مشاكل، بيبنوا كوره كويس وبينهوا الكوره كويس. ده علشان هم تاسسوا كويس. ما هو انت المشكله بقى، احنا هنوصل، انت وصلتني لكلام انا عايز اقوله من زمان. اهم عنصر في 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 الكوره المدرب. المدرب طبعا، المدرب قبل اللعيب. انت ما بتعرفش تكون مدربين. ابسط حاجه، انت كان عندك تظاهرة عالمية اللي هي بطولة أوروبا اللي في ألمانيا دي، وفي نفس الوقت عندك رخصة للإيه وعندك رخصة للبي في نفس توقيت بطولة أوروبا. أتحدى في برنامج الدورة إذا في حاجة تخص البطولة الأوروبية. فبره بيعملوا إيه؟ بيجيبوا مجموعات. أنت 25 واحد في الـ 25 دارس في الرخصة، تمام. ال 25 دول بتقسموا على خمس مجموعات. المجموعة برئاسة كابتن أسامة ومعاك أربعة، بتمسكوا ألمانيا، بتشوفوا الشق الدفاعي، ألمانيا بتدافع إزاي؟ لما بيفقدوا الكرة بيعملوا إيه؟ بيضغطوا من نفس المنطقة ولا بيعمل ارتداد لمنطقة معينة ويبدأ بعد كده يضيق المساحات ويبدأ يضغط عشان استرجع الكورة من جديد. المجموعة الثانية شوفوا اسبانيا، البناء عند اسبانيا عامل ازاي؟ هل ميكس ولا كل كورة بتبدأ من ورا بطريقة ممرحلة؟ ممرحلة بمعنى ان الكورة بتعدي من الحارس لخط الدفاع لنص للعيبة وسط ملعب لغاية ما يروحوا للمنطقة اللي هي بيفنش فيها الكورة، ولا بيلعبوا كورة مباشرة لفيرويد. حضرتك عايز تقول لي ان الكلام ده ما بيحصلش هنا عندنا في دوراتنا؟ في دوراتنا. ما عشان كده انت المدرب عندك فقير. انا ما لومش المدرب،
طب انا عايز اعرف حاجه، هل شهاداتنا بقى على كده معترف بيها؟ لا في اسيا لا، شهادات اللي بناخدها في مصر لا. شهادات في ناس كتيره طلعت من هنا واتصدمت، راحوا يقدموا على شغل في الخليج اتصدمت، قال لك لا انت ساعات العمل بتاعتك مش كافيه، زائد الماده العلميه المقدمه في الدوره عندك لا 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 تتماشى مع 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 السيستم الفيف. طبعا لا تتماشى مع السيستم الفيف، والناس المسؤوله عن الدورات عارفين، بداوا دلوقتي ممكن يحسوا بالمشكله وبداوا لعل وعسى ممكن. انا كده بتقول ان الرخص اللي بيديها الاتحاد الافريقي للمدربين في مصر اللي هي الرخصه سي، الرخصه بي، الرخصه اي، الرخصه دي مناهجها ناقصه، ساعاتها ناقصه، عشان كده غير معترف بيها برضه. بالظبط ده اللي حاصل خلال الفتره اللي فاتت، ده اللي كان حاصل. انا موجود وفي المعمعه، يعني الاتحاد الاسيوي مثلا انا خدت رخصي كلها من الاتحاد الاسيوي، انا اتكونت في قطر وخدت رخصي كلها من الاتحاد الاسيوي. في 96 خدت السي، هنا ما كانش حد يعرف حاجة عن تصنيفات الفيفا ورخص الفيفا. 96 خدت السي، 98 خدت البي، 2003 خدت الاي، 2010 رحت ألمانيا عشان اخد الاي تاني من ألمانيا، 2013 خدت البروفيشنال دبلوما او اللي احنا عندنا بنقول عليها البرو. البرو دي يعني انا افخر ان انا كنت اول مدرب مصري يحصل عليها، انا خدتها خلال سنه. احنا اللي بنفخر بيك يا كابتن. الله يبارك فيك. انا خدتها في خلال سنه، يعني انا ما قعدتش في 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 اوتيل وفضلت اشرب كابتشينو واسبريسو والشهاده جاتني لغايه عندي، لا انا سنه كامله بتنقل بين قطر والكويت، كانت بين قطر والكويت ثلاث مرات رايح جاي، بين قطر والكويت، قطر والكويت، قطر. تروح تحضر محاضراتك طبعا تشوف ترجع. فاحنا عندنا احنا بنعرض شهاده البرو بتاعت حضرتك، عندنا مشكله اثناء حديثك. وبعدين احنا ليه يعني احنا ليه ما نجيبش مدرب يعني محاضرين معاصرين للكره والاتجاهات الحديثه؟ احنا ليه قافلين نفسنا على مجموعه من المحاضرين؟ انا عفوا يعني باستثناء ممكن اثنين او ثلاثه، لكن بقيه الناس نايمه في مكاتبها. انا حضرت قبل كده كورس المحاضر شغال والدارسين في البنج الاخير نايم على البنج، لان ما فيش استثاره لدوافع المدرب. انا داخل عشان اخد حاجه تبقى جديده عليا، ابقى مشدود معاك، ما تقوليش بقى تمرير واستلام واعمل لي اوفرلاب، لا الحاجات دي عفى عليها الزمن. الناس دلوقتي بتتكلم على 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 الاستشفاء، ازاي تلعب في خلال 48 ساعه مباراتين، واحنا لغايه دلوقتي شغالين على الاوفرلاب والتمرير والاستلام، دي حاجات عفى عليها الزمن. مفيش الكلام ده عندنا كابتن، مفيش عندنا حاجه اسمها تلعب مباراتين كل 48 ساعه. احنا لو تيجي تتكلم مع المدربين في الكورسات، المدربين مظلومه، ما يعرفش مكونات الوحده التدريبيه، ما يعرفش محتوى، يحط له محتوى لفرقه عندها 7-8 سنين، ما يعرفش الاولويات ايه، ما يعرفش ان في حاجه اسمها قدرات توافقيه قبل المهاره. انت لعيب ما عندوش بالانس جاي لك من بيته الواد بيتمرجح ما عندوش بالانس، هتقول له اعمل كنترول ازاي؟ فقد الشيء لا يعطيه طبعا. لكن للاسف الشديد نتعشم ان 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 مع الجمهوريه الجديده دي يبقى، وبعد بعد بعد الاولمبياد الانتخابات دي تفرز ان احنا نجيب ناس يقدروا يديروا كرة في مصر. مصر دي عظيمه يا اخي، طبعا تستحق افضل حاجه. الناس الثانيه يعني الناس اللي الدول الافريقيه اللي كنا بنكسبها 6 و7 و8، الناس دي انت بتشيل هم عشان تروح تلعب معاها دلوقتي. حقيقي كينيا وتنزانيا و اثيوبيا، مع احترامنا الكامل للدول دي، انت مؤسس الاتحاد الافريقي سنه 59. ده بيرجع اللي قلته لحضرتك في الاول، احنا واقفين في مكان. فاحنا لازم نعاصر يا كابتن، لازم نعاصر نشوف الناس دي نجيب. انت ايه المشكله ان انت ما عندك فلوس كاتحاد من كاس العالم في روسيا، انت خدت مبلغ وقدره،
لا بيقولوا مفيش فلوس. لا ازاي بقى الفيفا 2 مليار على الاتحادات عشان تطوير الكرة، لان مفيش مساءلة، محدش بيسأل حد. صحيح. لو في مساءلة الفلوس دي راحت فين؟ طب الفلوس اللي خدتوها من الفيفا دي، انت ليه مدرب بياخد في نادي كل 3 شهور 1000 جنيه؟ عندنا مشروع الهدف في 6 اكتوبر بقاله سنين، بس عمرنا ما شفنا منه هدف. شغالين في الابنيه بتاعته، بيطوروا ده بقاله كتير قوي. في دوره دلوقتي موجوده في الايه موجوده. يعني انا 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 يهمني المدرب، هو هيبقى. انا راجل باخد قال يكون ان انا شغال في سموحه باخد 3000 ولا باخد 4000، وكل 3 4 شهور مثلا بقبض مثلا. انت لما تطلب مني 11000، طب انت ما تطلب مني 4000 وانت كاتحاد ما تدعمني. انت كاتحاد انت مش فقير، انت كاتحاد ادعمني، ادفع لي بقيه انت ايه 100000، يعني هيأثر في ايه في ميزانيه الاتحاد يعني؟ ولا حاجه. ما انت بتطلعوا بره بنشوفكم بره، ما يجوش معسكر يوم ولا اي حاجه. فعلا يا كابتن، كلمني عن تجربتك الغير مكتمله في نادي سموحه يا كابتن. انا عارف ان حضرتك ما اتكلمتش قبل كده في الموضوع. ما انا ما اتكلمتش ومش عايز اتكلم، لان انا حاسس بغصه كده شويه لما انا عايزك تتكلم عن الغصه دي. احنا حاسين. انا طبعا استاذنت من المسؤولين في نادي السد، على امل ان انا فتره ال 28 سنه، كان ايامها انا بقى لي 28 سنه في نادي السد، قلنا ان الواحد اللي اتعلمناه نفيد بيه. ولما كلمني البشمهندس فرج انا رحبت تماما، ما يعني يمكن خالد بخيت كان حاضر وشاهد على ان انا كنت مبسوط قد ايه ان انا ارجع بلدي ويبقى المدخل من خلال نادي سموحه بالامكانيات الكبيره. انت عندك 11 ملعب وعندك كم كبير من اللعيبه، سواء اولاد اعضاء او لعيبه بتجي لك نادي سموحه من او بتجي لك من بره بالظبط. وعندك بدل الصاله صالتين، وعندك مسابح، يعني 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 وسائل النجاح، مقومات النجاح موجوده. انا جيت طبعا في شهر 10 على ما اعتقد، وقابلت البشمهندس واعضاء مجلس اداره الموقرين، وشرحت له وقلت له ان انا بقى لي فتره طبعا في البلد هناك، ما اقدرش اسيب كده وخلاص، ما ينفعش، يبقى لازم نوفر بديل يقدر يشيل الشغل هناك ويسمحوا لي بعد كده ان انا اسافر. وده اللي حصل فعلا. كان في اتصالات من البشمهندس خلال الفتره دي بعد ما جيت ورجعت. فرج عامر انا ومن خلال برنامج انا بوجه له التحيه، هو واعضاء مجلس الاداره. بنيت تصور كامل، كنت بلف حته بدون ما حد يدري، بنيت تصور كامل ده مؤثر مش مؤثر، يعني عملت بلان وقدمته للبشمهندس اسمه على خطه العمل. كان من ضمنها بدل التصعيد الحاصل دلوقتي، ان انت بتطلع اي لعيب بتصعد اي لعيب وخلاص، انت ما تعرفش الباك جراوند اللي عند اللعيب ده ايه، اتمرن كويس، هل هو هيشغل المكان، قدراته تاهله ان هو يشغل المكان كباك راي، يعني زي مثلا احمد عيد في الزمالك طلعوه وظلموا الولد. احمد عيد الباك اليمين، الباك رايت اللي في الاسماعيلي اعتقد دلوقتي. طب انت لعيب، انت اهلته للمكان ده، شفته بيتمرن ازاي في الفئات السنيه تحت عندك. طيب انا كنت عامل مشروع للنخبه في نادي سموحه، اللي هم التالنت اللي يفيدوا يتكون كويس، خد اللي انت عايزه واستثمر في الباقي، او اعمل اعاره للباقيين. ده النقطه الاساسيه اللي كانت في المشروع. اصطدمت بناس بعيد عن مجلس الاداره، يعني ناس كانت مؤثره ولو ان ما لهمش دور بعد كده في وجودي، ما لهمش دور. وانا سمعت بعضهم
يقول لك فتح قفل الحنفيه. المصطلح ده انا فاكره لغايه النهارده، فتح قفل قفل الحنفيه. واحد بيقول للتاني كده، والله الكلام ده انا ما ظلمتش في حد، محدش من مجلس الاداره في يوم من الايام جال المكتب. انا قعدت 4 شهور بالظبط، انا 21/4 نهيت في سموحه، ودخلت واحد بالصدف، دخلت 21/1 بديت عملي، سلمت المفاتيح و 21/1 دخلت سلمت، دخلت سبت 21/4 سبت اللي هو 3 شهور. كنا داخلين، كان سئلت يعني انا بعد العمر ده كله سئلت، انت بتعرف تعمل اختبارات؟ انت بتعرف تعمل اختبارات؟ مين اللي سألك السؤال ده؟ والله بعيد على اسماء، معلش. طيب قصدي يعني مجلس الاداره و... و... انت بتعرف مجلس. انت بتعرف تعمل اختبارات؟ فاستشعرت بغبن من طبعا. السؤال من طبعا. السؤال تعليل طبعا. المهم عملت كده ورقه، اللي هيشتغل معايا فلان وفلان، انا عايز 2 مدربين وانا اللي رشحهم، ورشحتهم من خمان. انا فهمت بقى المجموعه اللي موجوده مين ممكن يقدر يقف معايا، مين يقدر يشيل الشغل معايا وهكذا. 2 من المدربين معايا واداري، كنت مرشحه عادل زكي ربنا يديله الصحه والعافيه طبعا. واشترطت ان يكون في محاسب. احنا لينا الملعب وكابتن عادل ليه التسجيل، اللعيب اللي هنرشحه روح اكتب اسمك او روح بالاستماره بتاعتك نوقع الاستماره ان ده مقبول، وموظف من الماليه لان الفلوس اللي هي البدلات لا الاستماره ثمن الاستمارة. كانوا محددين 50 جنيه لثمن الاستمارة. ثمن استمارة الاختبار. أنا قلت إن الاستمارة يبقى ليها سيريال نمبر. المفروض أستلم 500 استمارة وأسلمهم للمحاسب. ال 500 في 50. 25,000. يبقى عليه إن يورد 25,000 لخزينة النادي. طب خد ده معاك وخد ده معاك. أنا رفضت. فلان عينه حلوة، قلت له والله أنا مش محتاج حد، والاختبارات كلها ربع ساعة 10 دقايق. دي كانت من ضمن الـ 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 الحاجات الحاجات اللي قفلتك. أنا ما اصطدمتش بحد في إدارة النادي، وزي ما قلت لك ما حدش جه عند المكتب طوال ال4 شهور، ما حدش دخل المكتب عندي. عملت كام قعدة مع المدربين، فيهم مجموعة بتدرب فرق بتلعب مسابقات على مستوى الجمهورية، وفي فرق بتلعب قطاعات. أنا مشيت التشكيلة اللي كانت محطوطة من الأول إلى أن تبين إن فلان ده لازم يتغير، لأن مش قدراته مش مناسبة، هو مش سيء لكن قدراته مش مناسبة لفرقة بتلعب جمهورية، فينزل يشتغل مع فرقة تانية. ده أبسط حقوقك كرئيس قطاع مش بالظبط. ما أنت سلمتني أمانة بقى، ما أنا أنا ما ينفعش أسلمك أمانة وأشرط عليك. أنا ما ينفعش أقول لك الأمانة دي بس تحطها في الجيب اليمين بالظبط. أنت أنا بسلمك الأمانة وأنا ثقتي فيك كاملة. السكة دي أنا همشي فيها عشان اوصل للي انت عايزه بالظبط. ما تجيش تقول لي لا امشي الناحيه دي بالظبط، بس انا عايز ترجع. ما ينفعش، يا اما ما تجيبنيش شوف لك حد تاني يكون مناسب. يعني افهم من كده ان السبب الرئيسي في عدم اكتمال تجربتك مش مجلس الاداره؟ لا مش مجلس ولا المهندس فرج عامر. لا لا المهندس فرج عامر هو اللي خد القرار. خلينا نقول اللي قاله ده قفل الحنفيه. والله هم كتار اللي قالوا اللي قفل الحنفية ده، كتار مش واحد يعني. هم عشان كتار هم مجموعة يعني. آه
يعني العمليه كانت هيصه داخل فيها وسماسره وداخل فيها. ببص لك وحضرتك بتتكلم طول الحوار عادي، حضرتك بتتكلم وبتحكي، بس لما جت سيره سموحه أنا لان في غصه، في غصه يعني حسيت بغصه في كلام حضرتك. انا 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 كنت بتعامل مع 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 صفوه البلد هناك. انا عارف عمر ما واحد قال لي الورقه دي غلط، ومش عيب ان حد يقول لي ان الورقه دي غلط، لما يكون فيها مش عيب. لكن انت لو متابع وتقيمني ما عنديش مشكله، انا بالعكس ده انا هشيلك فوق راسي. لكن انت ما حدش جه خالص. انا كنت بشوف الناس بالصدفه عند المجلس، في الاخر طلعوني ان انا باكل على حساب المدربين في رمانه، مش اسمه رمانه، لك فتحي كان بياكل على حساب المدربين. عايز اقول لحضرتك ان الكلام ده ما حدش صدقه ولا حد اقتنع بيه. وحضرتك لو تفتكر رد الفعل من الناس اللي ما تعاملتش معاك، انا لسه كنت هقول لك، يعني انا في الطريق انا كنت بقول لك ان انا فعلا ناس انا ما شفتهاش في النادي لكن هم شافوني. انا جالي كم من الاتصالات يمكن يكاد يكون تلتين النادي، وشوف النادي ده عداوه قد ايه. حقيقه يا كابتن انا لكن عصرت لكن, عصرت لكن دي ودي يعني انت كنادي سموحه في كل الامكانيات اللي تنجح حقيقة. اللي تنجحك عندك المشاكل مفتعله من ناس ما لهمش دعوه بالكوره اساسا، ما لهمش دعوه بالكوره اساسا الناس اللي. طب ما جه الدكتور عطيه وراجل علامه ما فيش كلام. دكتور عطيه سعيد. بالظبط اتقال في كلام ملوش لازمه خالص. توقعت يا كابتن وصول الكابتن حسين عامر انه يكون رئيس قطاع ناشئين النادي؟ والله بمناسبه حسين كان ماسك فرقه، هو دماغه كويسه حسين، وكان معاه فرقه كويسه. اول مره في تاريخ النادي ان نادي سموحه يكسب النادي الاهلي على مستوى الدرجات كلها. الماتش ده كان في القاهره، وكابتن حسين والفرقه عملوا ماتش بشهاده الناس اللي كانت موجوده والناس اللي بتدير الكوره في النادي الاهلي، كابتن فتحي مبروك، كابتن اكرامي، الناس دي كلها كانت موجوده. كسبنا النادي الاهلي في النادي الاهلي 2-1. فاكر الماتش؟ كابتن حسين ثقافته في الناحيه التكتيكيه، انا بتكلم عن الناحيه التكتيكيه، ثقافته في الناحيه التكتيكيه شاطر، مثقف، يقدر 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 يدير كويس، يدير فريق، يدير تيم كويس، يدير تيم كويس، يدير تيم. لا ما انا بتكلم على الايام اللي انا كنت موجود فيها. حسين عامر المدرب دماغه كويسه وعينه كويسه، على الخط مركز، يدير ماتش كويس، يعرف يدير ماتش كويس. انا برضو الناس اللي ربنا يسامحهم وصلوا للبشمهندس ان فتحي عبدون بيقعد مع حسين اكتر من الناس كلها. طيب انت اللي وصلت الكلام ده للبشمهندس، ما تعرفش ان حسين عضو عامل في النادي، يعني اللي وصله انك بتقعد مع حسين عامل. ايوه طيب، وتقال لي ما هو الناس التانية دي شغالة بارتايم، بيخلص ويمشي، عايز يحصل أكاديمية هنا، عايز يحصل تمرين هنا وهكذا. لكن حسين تقعد مع مدرب بيشتغل في قطاع، كان حسين الوحيد اللي كان قاعد، وكابتن رماح يعني أغلب الوقت كان وصله للبشمهندس وتقال لي يا كابتن فتحي وزع وقتك. طب أنا كنت شايف في حسين، سيبك إن كان عضو، كنت شايف فيه حاجة كويس، عايز اعمل لك كادر كويس. انت النهارده لجأت لمين؟ لجأت لحسين. الموسم اللي فات وادي الموسم ده. لكن المشكله في الباسكس، الاساس، الاساس محتاج. ما تجاوبنيش على سؤالي، بتشوف الكابتن حسين عامر يصل؟ والله هو ليه لا، مؤهل، هو مؤهل، لكن محتاج بقى ان النادي
يحتويه يدعمه، طلعوه بره يعمل معايشات، انت كنادي خلاص ده ابن النادي طلعوه. الثقافه دي مش عندنا، احنا عايزين دايما حد يجي جاهز يسد الخانه اللي احنا عايزينها، لكن مش نجيبه نشتغل عليه ونصرف عليه ونطلع. طب انت انت الثقافه دي معدومه عندنا. طب انت انت حطيت حسين بناء على ايه؟ ابن النادي مظبوط واشتغل في النادي وعارف كله صغيره وكبيره في النادي، طب انت ليه ما تمدش ايدك لحسين قبل فترات الاعداد دي؟ صفره بره يا حسين، شوف بره، يعمل سيرش، شوف هتروح فين، هتروح المانيا، هتروح ايطاليا، هتروح هنا هنا هنا. انت كنادي ما تدعمه، نادي ونادي نادي سموحه شويه. لا طبعا. طيب انت كفايه ان انت استثماراتك في اللعيبه دي شاطرين فيها، النادي شاطر فيه، طب استثماراتك في اللعيبه دي ما تستثمر في مدربينك حسين، كابتن محمد العمده، يعني مدرب عام لنادي سبورتنج دلوقتي والله. اه ساب سموحه، ساب سموحه. هو شاطر، محمد شاطر طبعا ومؤدب، انسان يعني تحس ان راجل بتاع ملعب، راجل بتاع ملعب، وحقق اول بطوله كاس الجمهوريه السنه اللي فاتت لنادي سموحه في تاريخه قبل ما يمشي مع فرقته. كابتن محمد العمده ما شاء الله يعني تاريخه بيشهد له. صحيح. تاريخه كابتن رماح، ابو زيد، يعني رمز. يعني راجل يعني راجل شاطر جدا، وبعدين راجل عصامي جدا. طبعا وبعدين راجل في من الصفات الحميده كتير، يعني راجل اولا عزيز نفس جدا، راجل بتاع كوره، يعني راجل عايزين نتكلم يا كابتن عن رايك في ازمه رمضان صبحي. طبعا بعد ما يعني بعد ما قالت إليه الامور، وبعد ما وصلوا الايقاف اترفع عنه من الاتحاد الدولي، بتحس يعني انا عن نفسي حاسس ان كان في مؤامره على اللاعب. رمضان اتربى في النادي الاهلي، وبتحكمه هو وغيره، يعني بتحكمه ضوابط، ولعيب منتخب. ما اعتقدش هيتناول حاجه محظوره او حاجه تكشفه فيما بعد، يعني هو ده اللي اتضح مؤخرا. في تكالب على رمضان، ده اللي انا حسيته يعني. وفي انا شفت له فيديو من 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 اول امبارح تقريبا. ده الفيديو معمول بطريقه اي اللي هي الذكاء الاصطناعي، ده فيديو فيك مش حقيقي. مش حقيقي؟ مش حقيقي. لكن انا سمعت مداخله لواحد في برنامج بيبرر ساحه رمضان، بيبرر ساحه رمضان، وقال ان رمضان تقريبا حد من الـ من الـ من الـ من الاداره اللي موجوده في مصر هنا بتاعت الدوبك او المنشطات. ده اللقاء اللي كان مع كابتن مجدي عبد الغني اظن. فقال رمضان اتحول لتحقيق ليه؟ فده من خلال صياغه السؤال تفهم ان الراجل ده بريء. طبعا. وسكت على كده، سأل السؤال ده وسكت على كده. فإن شاء الله نتمنى له التوفيق، ويرجع رمضان ويفيد منتخبنا خلال الفترة الجاية دي. هو لاعب موهوب، وننشد من كابتن حسام إن ما يبصش لأي حاجة، وضروري لازم رمضان يبقى موجود في المنتخب خلال الفترة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. كابتن أنا بضم صوتي صوت حضرتك، وبتمنى فعلا ان نلحق نستوعب الولد ونحاول نعوضه معنويا. يمكن الفيديو اللي هو المضروب اللي نزل له، اول جمله فيه هي اللي خلتني اكمل الفيديو كله، اللي هو بيقول فيها انا عايز هيتعمل فيا او عايزين يعملوا فيا زي ما اتعمل في احمد رفعت. صحيح. رغم ان الفيديو مش حقيقي، لكن الكلام اللي فيه حقيقي. صحيح. الصياغه بحرفيه. الصياغه بحرفيه. كابتن احنا هنعرض قدام حضرتك صور، وعايز حضرتك توجه رسائلك لاصحاب الصوره دي. اول صوره حسام حسن. كابتن حسام حسن، انا شفتك وانت شغال في سموحه
وكنت بحضر تدريباتك. انت جيت بعد اخفاق روي فيتورا فيتوريا والناس يمكن جيت باجماع شعبي، الناس خلاص يعني فاض بيها، فقال لك خلاص هاتوا كابتن حسام. المجموعه يا كابتن مساعدك، واحنا اول مجموعه لغايه دلوقتي، ونتائج الماتشات بتاعه الفرق الثانيه في صالحك. انت راجل حسن النيه وجواك كويس، فان شاء الله تحقق امال الشعب المصري باذن الله ان شاء الله في الصعود لكاس العالم في امريكا ان شاء الله. امريكا وكندا باين، ولا امريكا؟ امريكا وكندا والمكسيك. والمكسيك ان شاء الله، في امريكا الشماليه اعتقد. امريكا الشماليه. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله انت والجهاز اللي معاك. كابتن احمد شوبير. كابتن احمد شوبير، انت شايف صدى الناس بعد القرار اللي هو بابعادك او اقالتك ايا كان المسمى، فاتمنى ان انت تراجع نفسك كويس. مش هنخش في النيات ولا اقول لك صف النيه، لكن هنقول لك راجع نفسك كويس وربنا يكرمك في اللي جاي ان شاء الله. احمد دياب. احمد دياب، احنا انت كنت راجل برلمان، واتحطيت في رابطة اول مرة تتعمل في مصر، رابطة المحترفين، وهي اللي بتدير كل حاجة بعيدا عن اتحاد الكرة. طبعا مسؤوليتك كلها كانت منصبة ان انت تدير منظومة كويسة. نتمنى ان شاء الله ان ربنا يلهمك ان انت تنسى الفترة اللي فاتت دي اذا انت مستمر يعني، ونشوف حاجة جديدة الموسم الجاي ان شاء الله. دوري منتظم، ما فيهوش تأجيلات، نراعي فترة اعداد كويسة للمنتخب، وما فيش حاجة هتضر اذا انت كل نادي مسجل اعتقد 30 لعيب او حاجة زي كده. ما تونس جنبنا، الترجي بيلعب والافريقي والفرق كلها بتلعب، بيخلصوا هنا ويجي يلعبوا ماتشاتهم يعني. انت مسجل 30 واحد في القايمة، افرض افرض افرض. قصدك التأجيلات الزيادة ملهاش لازمة اساسا يعني. انت حتى الناس بتنسى ان في دوري حقيقي. يعني حاج عامر حسين. الحاج عامر، انا عرفته خلال فترة وجودي في سموحة. يعني ما كانش فيه اختلاط كامل، لكن هو برضو انا بسمع ان الحاج عامر يعني ليه برضو ليد الطولة في 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 بعض الحاجات، لكن انا برضو من خلال برنامج انا بلومه ان في موضوعي حتى ما كلفش نفسه ان هو يتصل بيا او يقول لي ايه اللي حاصل او بتاع، رغم ان انا في فتره كنت قريب منه شويه. مهندس فرج، محمد فرج عامر. مش مهندس فرج، انا بعد ما سبت النادي حصل اتصال خلال الفترة اللي فاتت في مناسبة، يعني حصل اتصال منك وكان الاتصال محل تقدير، وقلت عفى الله عما سلف، لان انا مشيت من النادي بطريقة مش حلوة، وكانت تجربة أنا شايفها أنها مفيدة جدا ليا رغم الأحداث والإرهاصات اللي حصلت فيها. بتمنى لك التوفيق والصحة والعافية خلال الفترة الجاية. لاعب النادي الأهلي محمود كهربا. كهربا مطلوب أن أنت تستقر في كل حاجة، سواء في الأهلي أو هنا أو هنا أو هنا، يعني السن
السن ما عادش يعني ممكن تلعب موسمين ثلاثة بعد كده انت وصلت يعني خلاص يعني داخل على 30 سنة. نتمنى لك الالتزام والاستقرار وتسيب ذكرى كويسة الناس تفتكرك بيها. لاعب الزمالك عبد الله السعيد. كابتن عبد الله طبعا انت انا بعتبرك مفخره لان انا كنت بلعب في نفس البوزيشن اللي انت كنت بتلعب فيه. لكن انا تمنيت ان انت من 5 سنين كنت في الزمالك او 6 سنين. ونتمنى لك التوفيق مع الزمالك ان شاء الله وسط المجموعه الموجوده. وما تتأففش لان كابتن عبد الله عايز الناس كلها تلعب بفكره هو، ودي صعبه في الكوره. نتمنى ان الفتره الجايه هو فكره عالي. فنتمنى دايما لعيبه كويسه كده يعني بتتأفف لما يلاقي ان الناس ما عملتش اللي في دماغه. فنتمنى ان فتره الانتقالات الصيفيه دي النادي يجيب لعيبه كويسه. احنا فعلا في اسامي تشيل كواليتي عالي تشيل معاك ان شاء الله. ونتمنى لك الاستمراريه خلال الفتره الجايه باذن الله ان شاء الله. لاعب النادي الاهلي امام عاشور. امام انت انتقلت للنادي الاهلي، انا كراجل زملكاوي كنت عايزك تستمر في نادي الزمالك، لكن انا ما حبيتش الطريقه اللي انت مشيت بيها للنادي الاهلي سواء كوبري او ايا كان. شمينا ريحه ما كانتش حلوه في انتقالك يعني. ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. اخيرا وليس اخرا، حارس مرمى مصر والنادي الاهلي كابتن محمد الشناوي. كابتن الشناوي انت يعني نعتبرك من الحراس المعمرين، وتكوينك يأهلك ان انت تلعب لك سنتين ثلاثة تاني، لكن اتمنى ان انت تتمرن على التعامل مع الكور المباشرة لان عندك مشكلة في الكور المباشرة والفوت وورك. والله يا كابتن الوقت عدى وانا مبسوط جدا بكلام حضرتك وباستضافة حضرتك واصرت لي الحلقة واصرت لي انا نفسي. بشكرك يا كابتن جدا وشرفتنا. الله يبارك فيك. ان شاء الله لنا لقاء باذن الله. ربنا يجيب العمر كده ان شاء الله. انا سعيد بان انا شفتكم بعد غيبه طويله انت والكابتن وائل وابو ادهم. سعيد والله تماما ان انا شفناكم وانتم من الناس الافاضل. واذا كان في بعض التحفظ في بعض الاجابات فده ما حسيتش ان عندك تحفظ والله يا كابتن. احنا دي مهنتنا يعني انا ما عنديش مهنه تانية. فانا دايما بقول يا نمتهنها كويس يا بلاش منها يعني. فاتمنى اتمنى اتمنى من مجلس اداره اللي جاي او اتمنى من الدوله ان احنا نفكر في 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 صياغه قوانين وتشريعات جديده تخدم الكره المصريه بعيد عن فزاعه الفيفا. نتمنى في فزاعه جديده دلوقتي اسمها فزاعه المنشطات. لا بعيد عن اي حاجه احنا يعني اتمنى ان يبقى في تشريعات جديده قوانين جديده تخدم الكره على وجه الخصوص بعيد عن اي حاجه يعني. بنتمنى يا كابتن ان شاء الله. ونتمنى ان 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 الجمعيات العموميه ايا كانت رغم ان الانتخابات دايما ما بتفرس نتمنى الشخص الكويس. فاتمنى ان 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 الناس دي تقدم استقالتها ويبقى في تعيين من الدوله لشخصيات ورموز تفيد البلد خلال المرحله الجايه ان شاء الله. نشكرك يا كابتن على وقتك ونشكرك على انك قبلت ضيافتنا وانت شرفتنا. الله يبارك فيك. وسعداء بحضرتك جدا. تسلم شكرا. في نهاية حلقتنا بشكركم أعزائي المتابعين، انتظرونا في كلام كورة.